وينضم إلينا من حمص جلال أبو سليمان مراسل شبكة سوريا مباشرة. جلال، ما هي الأوضاع لديك الآن؟ طبعا الأوضاع أكثر من مأساوية في محافظة حمص. لدينا حتى اللحظة 22 منطقة تتعرض للقصف في محافظة حمص. أبرز هذه المناطق حي الخالدية المحاصر والأحياء القديمة، كذلك الأمر مناطق الريف الشمالي كمدينة الحولة ومدينة الرستن ومدينة تلبيسة، لكن بنسبة أخف نوعا ما من الأحياء المحاصرة. هجوم كبير جدا يشنه جيش النظام على حي الخالدية بغية اقتحام هذا الحي، والاشتباكات ما تزال مستمرة منذ 10 أيام في محيط حي الخالدية. استطاعت قوات النظام السيطرة على عدد من الأبنية من الناحية الشرقية في حي الخالدية والتقدم قليلا، لكن الجيش الحر تصدى لمحاولات الاقتحام هذه وصد محاولة التقدم من قبل عناصر الجيش الحر، مما أدى لمقتل تقريبا 6 أشخاص من عناصر جيش النظام. طبعا كذلك الأمر مسجد خالد بن الوليد يتعرض لقصف صاروخ عنيف جدا من قبل قوات النظام. معظم أركان هذا المسجد تدمرت بشكل كامل، المسجد شبه مدمر، يعني عدد قليل من القذائف وسيصبح المسجد على الأرض تماما نتيجة تعرضه منذ 9 أيام إلى هذه اللحظة إلى ما يقارب أكثر من 300 قذيفة قصف بها مسجد خالد بن الوليد. كذلك الأمر جبت الشياح تتعرض لقصف بصواريخ الأرض أرض من قبل قوات النظام، مما أدى إلى تدمير عدد كبير جدا من المنازل ضمن حي جبت الشياح، مع وجود أكثر من 850 عائلة محاصرة ضمن الأحياء المحاصرة. طبعا هذه العائلات، معظم هذه العائلات تقيم ضمن حي جبت الشياح، لا وجود للطعام، لا وجود للشراب، لا وجود للمواد الغذائية. الظروف الإنسانية صعبة جدا. طبعا معظم هذه العائلات يعني مع قدوم شهر رمضان المبارك تعاني الويل، ووجهنا نداء استغاثة لإنقاذ هذه العائلات، يعني ولرؤية مصير هذه العائلات، ماذا سيحل بهذه العائلات. حتى هذه اللحظة لم نلقى أي جواب يعني من أي منظمة بشأن تلك العائلات المحاصرة ضمن مدينة حمص والتي تعاني الويل. لا نستطيع نقل هذه العائلات إلى الحي الوعر بسبب قيام قوات النظام بفصل الأحياء عن بعضها، ولا نستطيع إخراجها إلى الريف يعني بسبب الحصار الخانق المفروض على المدينة. وكل يوم يسقط هنالك شهداء في محافظة حمص. حتى اللحظة يوجد 3 شهداء ضمن حي الخالدية نتيجة القصف الهمجي، يعني هذا حصيلة أولية. هنالك أعداد شهداء لا نستطيع حتى اللحظة أو لم نعلم بهم يعني. نعم جلال أبو سليمان، أنا مضطرة لإنهاء الاتصال الآن، وإن شاء الله نتواصل معك في النشاط القادمة بإذن الله. جلال أبو سليمان مراسل شبكة سوريا مباشرة من حمص، شكرا جزيلا لك.